أوتو هو موقع تسوق لألمانيا وهولندا، يعني عنده سيرفرين أونلاين، موقعين مختلفين، واحد لألمانيا وواحد لهولندا، لكن الخدمة واحدة. موقع أوتو هو موقع تسوق لكافة المنتجات اللي ممكن تحتاجها تقريبا وبأسعار مختلفة، وبيقدم وسائل دفع مختلفة رح أشرحهم بالفيديو خطوة بخطوة، وأحيانا بيعملوا عروض وتخفيضات حقيقية وجيدة. يلا نبلش. أول شيء بنروح بننصب البرنامج من جوجل ستور، بندخل بندور على أوتو، بنعمل له تحميل، وبعد ما يخلص بنعمل له فتح. وهي واجهة التطبيق بعد ما يفتح. بنروح لهون مشان ننشئ حساب، بنضغط على نوي باي أوتو، وبعدها بيطلع لنا هاي البيانات. رح نعبي البيانات، الاسم والكنية مثل ما مكتوب بالهوية، وبتكمل البيانات المطلوبة مثل الايميل، وبتعيد الايميل مرة تانية، وبالنسبة للباسورد لازم تكون الباسورد اقل شيء 8 خانات، ويكون فيها احرف كبيرة على الاقل واحد، ورقم واحد على الاقل، وشكل واحد. انا هون حطيت مثلا الشكل هو مربع. وبعدها بنأشر على هاي العلامة وبنضغط ريجستريرن، وهيك تم انشاء حساب عندك. هلا بنروح بندور بنحط هون ماين انشريفت مشان نحط عنوان التسليم وعنوان الغشنوغ، عنوان الفاتورة. بنكتب العنوان، بتتأكد انه انت رح تكتبه نفس ما مكتوب بالهوية، لازم يكون صح مشان السيستم ياخده. هون السيستم عرض لي خيارات تصحيح للعنوان، فأنا بختار العنوان الصحيح. وبكبس هون، بصير عندي عنواني تم حفظه. وهلا بنرجع لواجهة التطبيق منشان نعمل عملية شراء. مثلا أنا رح أدور على براد كول شرنك. هون رح يطلع لي برادات مختلفة بأسعار مختلفة، وهون رح يطلع لي كمان تقييمات المشترين الزبائن. هاي التقييمات وهاي الفروقات بين العناصر. ضغط على هاد مثلا، هيك فيني اتفرج على الصور تبع المنتج. وهون باغلب المنتجات على اوتو بيعرضوا فيديو عن المنتج، ففيك تشوفه بهاي الطريقة. هاي خدمات اضافيه التجريته متنيمن، مثلا انه بياخذوا البراد القديم معهم لما راح يوصلوا لك الجديد. هاي الخدمه بتكلف 16 يورو، وهي بنجي بنحسب هون التقسيط. اذا راح تاخذ على تقسيط مثلا، هاي يعني الاشهر، وفي عندك هاي ميزه 100 يوم تدفع بعد ما استلام المنتج، تاخير الفاتوره الاولى لبعد 100 يوم بدء الدفع. هون اذا كان التقسيط مثلا 24 شهر رح تدفع 62 شهريا. وبنرجع كمان للعنصر، هون مكتوب الشرح عن العنصر، يعني بشرح لك عن البراد. وهون المواصفات التقنية، هون مواصفات تقنية يعني اللي بده شوفهم. وهون تحت الشبيه، يعني بطلع لك منتجات شبيهة باللي انت اخترته. هون اهم قسم، يعني اهم شيء هون تقييم المشترين، تقييم الزبائن. كمان لازم قبل ما تشتري عنصر تتاكد. وهيك هون بنحطه بالعربي، عربي التسوق.
هون عم يعمل لي خيارات انه انا فيني اخذ كفاله 4 سنين اضافيه بقيمه 85، اذا بدك تقبلها بتقبلها بالزر الاحمر او بتكبس هون تروح على السله. هون عم بيقول لي اذا عندك كود خصم فيك تحط كود الخصم بهذا المكان، وهون بتاكد من عدد العناصر الموجوده في السله، احيانا ممكن واحد يخطئ يحط اكثر. وهي الخدمات الاضافيه فيني اشر عليها فوق، بعطيه متابعه. هون راح يكتب لي انه لازم احط رقم الهاتف، رقم الجوال تبعي. وهون هاي الطريقه اغلب الناس بيغلط فيها، لهيك لازم واحد يحط رقم الجوال. اول شيء البادئه 0176 مثلا او 8 او كذا، وبعد البقيه. وبتحط بعدين المواليد، وهي مو هامه كثير، يعني هي كيف سمعت عنها عن صديق صديق او انترنت او اي شيء ثاني. وبتضغط متابعه، وهون راح يطلع لك بالاخير عنوانك وخيارات طرق الدفع. هاي طرق الدفع عندك اول وحده اوف غشنونج، يعني على الفاتوره معك 14 يوم بعد استلام المنتج لحتى تدفع. هاي معلومات البنك لازم تدفع عليه، ورسالة البنك بتحط كوندنوما تبعك. وهي الغاتن سالون عندك 3 أشهر 6 أشهر أكثر حسب العنصر. مثلا على 6 أشهر أو 12 شهر بيطلع لنا لازم دفع 103 في الشهر، وطبعا بدون أجور على التقسيط. بالتسع أشهر بيطلع أجور، أما بالسنة ما في أجور. وهي خيارات بيقول لك انه بتحط حسابك البنك يصير يقطع لحاله او انت بتحول له بشكل اوتوماتيكي كل شهر، فالافضل انه تختار انت تحول له. الخيار الثاني، وهلا بنجي على الخيار الدفع الثالث اللي هو انت بتحط الايبان او حسابك البنك وهو بيقطع. بعد ما يقطع المبلغ الفاتوره راح يحول لك يبعث لك العنصر. والخيارات الثانيه مثل باي بال او جيرو باي، هدول دفع اونلاين. وهي خيار اسمه الفوركاسي، هي انت راح تدفع الفاتوره قبل وبعدين راح يبعثوا لك العنصر بعد ما يوصل المصاري على حسابه البنك. بتحط برساله التحويل رقم بيبعثوا لك اياه بعد ما تتم عمليه الشراء اخر شيء، بعد ما تكبس هذا الزر. هلا راح اشرح واجهه التطبيق. اول شيء ستارت زايتا، هي صفحة البدء. وهون سورتيمنت هي فرز العناصر الموجودة حسب الفئات المطلوبة، يعني انت فيك تدور على دامن او هيرن او كيندا، او مثلا تبحث عن شو. مثلا ناخد الكيندا، بندخل هون بندور مثلا على بيبي تيما غرف اطفال، وبعدين مثلا بندور على بيبي بيتن على اسرة للاطفال. بيطلع لنا كل شيء مرتب من انواع الاسرة، مرتب النتائج ورا بعض بحيث انت ترتاح بالبحث. مثلا اخترت هذا العنصر، هاي معلوماته، مثلا السعر، وفي هذا الزر الاحمر اللي بتحطه انت بالسلة. بتروح على السلة وبتختار طريقة الدفع، مثلا هذا في 12 شهر اكثر حد 12 شهر تقسيط، وبعدها بتكبس الزر الاحمر هذا ليتم عملية الشراء. وهون فيك ترجع على السلة، بتحذف العنصر من هاي الاكس. هلا بنرجع على الواجهة، ندخل على ماين كونتو. هاي مكان البشتلونج اللي انت عاملون او الطلبات اذا كنت طالب، وهذا الكود هو تخفيضات على اول طلب انت بتطلبه لقيمة 5%. وهي طلباتك القديمة، وهي مكان الفواتير إذا في عندك فواتير مدفوعة أو طلعت جديدة. وهي المكان كونتو بوخونغن، هو مكان القطع اللي صار من حسابك البنك أو الفواتير اللي أنت حولتها اللي تم الدفع. وهون البيرسونال داتن، معلوماتك الشخصية من رقم هاتف أو موبايل أو إيميل فيك تغيره. هون الأنشرفت، العنوان أنت هون حطيته مسبقا أول ما سويت الحساب،
وهي مشان تأكيد إذا بدك تشترك في الإعلانات اللي ممكن أوتو يبعثوا لك ياهن أو تخفيضات أو أمور تانية. أبلدن تسجيل الخروج. هلا هون الكونتر ستاند رح أشرح لك إياها بغير برنامج من حسابي الرئيسي. الكونتر ستاند هون بيعرض لك كم أنت عليك قيمة من الدفع. مثلا هون المبلغ الكلي 850 متوجب للدفع، والفاتورة الصادرة هي 29. كيف بحولها؟ بحولها على هذا الزر بكبس مثل ما فرجيتكم، وهون باخذ معلومات الحساب، اوتو اسم المستلم، وهي الايبان والبيك، ورساله التحويل، رساله غرض التحويل اسمها، باخذها من تحت، هي الكوندونومو. هذا هو بكتبها برساله التحويل. وهلا منشان نستفيد من كود الخصم بننسخ الكود ومنروح على اي عنصر بدنا نشتري. مثلا نكتب هون فاش ماشينة، بنختار مثلا هاي، بنحطها بالعربة التسوق، ومنروح على عربة التسوق، بنكبس على هاي الخانة وبنحط الكود، وبنضغط على اين لوسن، ورح يتم تخفيض مباشرة 5%. نروح على الكاسة، بعدين بنختار طريقة الدفع مثل ما شرحنا، وهون فيك تختار وقت التسليم. إذا كان العنصر مثلا براد أو غسالة ممكن، لأن لازم يكون في حدا بالبيت، وبعدها بتكبس الزر الأحمر وبتم الشراء.